أربعة مخيمات في الصحراء نصبتها الحكومة العراقية للاجئين السوريين. هذه المخيمات تفتقر كما هو ظاهر إلى متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم. اللاجئون من الحرب المستعرة في بلادهم يرون في هذه المخيمات سجوناً ومعتقلات. مو مثل سجن، سجن حقيقي يعني. إذا بيه سجن قوين تنام، وهذا هو سجن قوين تنام بالضبط. بدنا نطلع دكتور خاص مثلاً، نروح مثلاً على حلاق، نشتري، نروح نزور أقاربنا. الماء زائر موسمي، والخزانات أضحت ملاعب للأطفال. كل هؤلاء لا يجدون سوى الرمال مادة للهو والعبث رغم درجات الحرارة المرتفعة. بلدي أطلع يعني شوية أقعد لي برا، هون يعني حاطين حاجز برا ما يخلونا نطلع. عام دراسي آخر بدأ منذ أيام، وقد تحولت مدارسهم في بلادهم إلى ركام أو معتقلات، فيما الحكومة العراقية هنا ما تزال تدرس إجراءات لتحسين الأوضاع. سينظم له باج خاص، من كان بعد هذا يستلم هذا الباج أن يتحرك بسهولة، ويمكن أن يصل للمدينة ويمارس عمله. أما أوضاعهم الصحية فحدث ولا حرج، في غياب درهم الوقاية وقنطار العلاج معاً.